أقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى حفل عشاء على شرف فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية شيشان الصديقة. وشهد حفل العشاء حضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات. وخلال الحفل تبادل سموهما مع فخامة الرئيس الشيشاني الأحاديث الودية حول العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين. وقد أشاد فخامة الرئيس الشيشاني بالتنمية التي تشهدها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين. كما أشاد فخامة الرئيس بمعرض الطيران الدولي المقام حاليا في مملكة البحرين، متمنيا للبحرين قيادة وشعبا كل التوفيق والنجاح، مقدما الشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على حفاوة الترحيب والاستقبال.